السرنيفة ديالنا اللي مكونة من 6 صنارات والفريشية والترقيعة ديالنا واحد 1.20 متر. البيلدو ديالنا كما تشوفوا هذه كتبة ديال الجران الإخوان، دير بالي اليوم الفيديو جايت نكومنتو تنجر على الدرع كما تشوفوا البحر. وفي نفس الوقت بغيت اليوم غنكتشفوا معنا طريقة الصيد على السمك البوري بالخبز، وهو الخبز اللي تنستعملو أرطب، يعني نحاول نشري خبز جديد ونسد عليه في الميكا باش يعطيني هاد الرطوبية وهاد التماسك ديالو. الطريقة ديال التطعام كما تنقلنا ما تنديرش كاينين هاد الإخوان هاد القضية ديال السرنيفة عندها عدة استعمالات، من بينهم تقدر تشد طرف ديال الفرشية وطرف ديال الخبز، دير الفرشية وسط الخبز كبير وديرو الوسط وتسرنف.